في عالم النحل كم عددها؟ كم دكتور؟ 16. سبحان الله، 16 زوج في الأنثى، وفي الذكر 16 فرد فقط. سبحان الله، تمام؟ سبحان الله، هذه حقيقة يقينية معروفة جدا علميا. طيب دعني أخذك الآن إلى القرآن الكريم. أين وضع الله سورة النحل رقمها 16 في ترتيب السور؟ في ترتيب سور القرآن. يا الله، شيء مذهل. يعني عندما تتأمل هذه العجائب ترى يعني شيء تقشعر له الأبدان. سبحان الله، كل ما في هذه السورة يقوم على العدد 16. عجيب، بشكل كامل. سبحانك يا رب. طيب الآن سأخذك إلى مزيد من العجائب معك، لترى الدقة. نعم، كل انتباه دكتور. لدينا آية في القرآن هي آية النحل. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. جميل. هذه الآية عدد كلماتها 16. يا الله، انظر، عدد كلماتها 16. 16 كلمة، يستطيع من يشاء أن يعد، والآية موجودة في القرآن، والسورة رقم 16، والسورة رقم 16. مع المشاهد. نعم نعم. جميل. كم عدد الحروف الأبجدية التي تألفت منها هذه الآية تحديدا؟ عدد الحروف المأخوذة من عدد الحروف الأبجدية. نعم، كدنا يعني كم الله تعالى عندما ركب النحل هذا الكائن كم كروموزوم اختار له؟ 16. 16. وعندما تحدث عنه في القرآن في آية وحيدة لا يوجد غيرها، النحل ذكرت فقط في هذه، هذه الآية فقط. فقط هذه برضو بادرة. استخدم خطيرة. الله 16 حرفا من حروف اللغة العربية. الله، حروف اللغة العربية 28. سبحان الله، استخدم فيها حرف الواو، الألف، الحاء، الياء، الراء، الباء، الكاف، اللام، النون، التاء، الخاء، الذاء، الميم، الجيم، الشين، العين. كم واحد؟ عد. 16 حرف. وتستطيع أخي المشاهد أن تستخدم برنامج الإحصاء على موقع الدكتور. نعم. كحيل، هتلاقي بنفس الترتيب ونفس الأرقام القياسية. تماما. نعم. إذن أنا لدي الآن أصبح تطابق مذهل بين عالم النحل كمخلوقات وبين ماذا؟ سورة النحل. وبين سورة النحل. عجيب. يعني الله تعالى عندما خلق هذا الكائن بناه على الرقم 16، وعندما أراد أن ينزل سورة يسميها سورة النحل جعلها في الرقم 16 في ترتيب سور القرآن. يعجز عنها البشر. لا يمكن، لا يمكن أبدا. عجيب عجيب. وآية النحل اختار لها 16 حرفا ليبني منها آية تتحدث عن النحل، كما اختار 16 كروموزوم ليبني منه كائن اسمه النحل، وهي الآية الوحيدة في وحيدة القرآن. في القرآن لا يوجد غيرها. سبحان الله، إله مع الله. فأنا الآن طبعا هناك المزيد من العجائب، ولكن أنا دعني قليلا أتأمل كيف جاء هذا التطابق. هل هو بالمصادفة أم هو يعني يشهد أن الله أنزله بعلمه سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عدد الكروموزومات الخاصة بالنحل هو 16 ليقول لك إن هذه السورة يجب أن توضع تحت الرقم 16؟ سبحان الله. حتى لو أخذنا لوحة تالية سترى أيضا مزيد من العجائب، أكثر يعني من ذلك دكتور. عجيب. بكثير عجيب. بكثير عجيب. سبحان الله. انظر معي، عبارة وأوحى ربك إلى النحل تتألف من 16 حرفا. 16 حرف. وأوحى ربك إلى النحل 16 حرفا. انظر، عد عد. أنا أتمنى أن تعد يعني. واو. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. الكلمة الأولى ربك ثمانية. ثلاثة انظر، وأوحى ربك 11. ثمانية إلى النحل 8، أيضا مقسومة قسمين. انظر. عجيب. التوازن. عجيب عجيب. 8 بـ8 16. عجيب. انظر واضح هذا واضح التوازن. واضح يعني. واضح واضح. طيب بالله عليك، يعني هل يمكن أن نقول إن هذا مصادفة؟ هذا ليس إعجاز. الذي أنزل المطر بقدره أنزل القرآن بعلمه، فصدق من قال أنزله. سبحان الله. بعلمه. كذلك عدد آيات سورة النحل
من مضاعفات العدد 16. عجيبة دي يا دكتور. عدد الآيات ليس على مستوى الحروف والترتيب، عدد آيات سورة النحل 128 آية، 16 مضروب في 8، رقم 8 رأيناه، 8 و8. الله أكبر، الله أكبر. محدد ليس 16 في 7، في 8. سبحان الله. وعدد آيات سورة النحل 128، دعني أرى معك عدد الآيات، عدد آيات سورة النحل 128 آية، سبحان الله، 16 مضروبا في 8. انظر عدد كلمات سورة النحل 2080 كلمة يساوي 16 مضروب ب130 أيضا، كل من مضاعفات الرقم 16. سبحان الله، يعني شيء سر شيء عجيب. حتى ترتيب الكلمات، يعني انظر عدد كلمات السورة مضاعفات الرقم 16، تمام؟ نعم. موقع آية النحل في هذه السورة لها موقع على مستوى السورة، أيوة، يتعلق بالعدد 16 أيضا. كيف دكتور؟ أقول لك أين وضعها الله. نعم. لنقرأ مباشرة اللوحة التالية لتجد كيف هذا الترتيب المذهل. عدد الكلمات من أول سورة النحل وحتى الكلمة التي تسبق كلمة النحل 992 كلمة، 16 مضروب في 62. لا إله إلا الله. الله وضع هذه الكلمة بعد عدد من الكلمات من مضاعفات العدد 16، ووضع هذه الكلمة بعده. هذا الترتيب العجيب. ثم اللوحة التالية تخبرك أن عدد الكلمات من كلمة النحل، أيوة، إلى آخر سورة النحل أيضا من مضاعفات العدد 16. يمكن أن نرى اللوحة التي بعدها. نفس النظام تماما، نفس النظام. إذن عدد الكلمات من كلمة النحل وحتى آخر سورة النحل يساوي 1088، يساوي 16 مضروب ب68. ما هو العدد 68؟ هل هو عبثا أم له دلالة؟ إنه رقم آية النحل، لا رقمها 68. إله إلا الله. والله إن الإنسان المنصف تكفيه هذه المعجزة ليؤمن، ليشهد أنه لا إله إلا الله.